النزاعات لما تصير بين طرفين ممكن تتضخم وتتصعد وتصير شيء مو كويس، فما بالك لو الطرفين يكونوا كبار اللي هو تؤدي نزاعاتهم لحروب، والحروب آخر شيء يتمنوه البشر، فما بالك لو قامت حرب بسبب بزرنا كده واحد جاء قوم حرب. ليش يا أخي سويت كده؟ ما أعرف، أنا كده قررت أسوي يا أخي. معاكم صايب قدس، وخلينا نستعرض لكم توب 5 أغرب حروب عالمية. عجبك التيشيرت صح فارس؟ شكله بتطالع فيه، تبي تشتروه تلاقوه تحت الرابط. غنبلة يا دافع البلا. في المرتبة الخامسة، حرب دلو البلوط. عام 1325 ميلادية كان في حرب شمال إيطاليا بين الناس اللي مع البابا والناس اللي مع الإمبراطور الروماني. بعدها هديت الأمور واستتب الوضع والأمن تمام. مدينة مودينا كانت مع الإمبراطور ومدينة بولونيا كانت مع البابا. كان في كذا حرش، ما هو عاجبهم السلام. فجأة مدينة مودينا راحوا سرقوا من عندهم دلو البلوط. بولونيا قالوا كيف؟ هذه كرامتنا، تاخذ من عندنا دلو البلوط؟ حرب. الحرب استمرت سنة، سنتين، ثلاثة، 12 سنة، ماتوا فيها آلاف. بولونيا فازت، انتصرت واستردت حقها، لكن في الأخير والله سبنا الدلو عند مودينا خلاص يعني. خوي يا من الحلال مو قاومنا الحرب عشان الدلو يا أخي، نجيب غيره، إيش بك زعلان؟ لكن الأطماع الفردية وحب السلطة زعزع. في المرتبة الرابعة، حرب الباراغواي. معظم الحروب تقوم لأسباب سياسية اقتصادية، في موارد أنا بسوي معادة، في مصالح مشتركة بهذا السبب. لكن خليني أعرفكم على شخص يمكن ما تعرفه، خليني أعرفكم على فرانشيسكو سولانو لوبيز. عام 1864 ميلادية كان هو حاكم الباراغواي. كان معجب مرة بنابليون بونابارت. تعرف زي كذا مثلا، أنت تحب لاعب كريستيانو رونالدو تبغى تأدي في الملعب زيه. فرانشيسكو يحب نابليون بونابارت، نفسه يا أخي يمارس الحروب زيه. جلس يتحرش في الناس، ما حد كذا اداله وجه. هجم على البرازيل، قال يا حبيبي يلا هجوم على البرازيل كذا، نابليون كذا سوا، كلنا حنسوي زيه. يا ابو فرانشيسكو ليش كذا ما يصير؟ دونت كذا تسوي. لا حبيبي، نابليون if he did this I will. Yeah. بعد ما خش في حرب مع البرازيليين مو فاهمين ابو فرانشيسكو ايش بقى تبغى، ايش نعطيك؟ الارجنتين والاوروغواي قالوا يا ابوي ايش هذا، حنزعزع المنطقه احنا ولا ايش؟ خلينا نخش مع البرازيل نهدي الوضع. لكن ابو فرانشيسكو، لا يا حبيبي انا هنا موجود، انا ححاربكم بالسيف. yeah. نابليون بونابارت هتشوفوا دحين كيف لعبة الشطرنج الأصلية حقت الحرب الاستراتيجية. بعد 6 سنين فرانشيسكو دمر الدولة حقته، 70% من البالغين الذكور ماتوا كذا، 300,000 شخص كذا قتلهم أبو سولانو. يا ابن الحلال خلينا نوقف الحرب. لا ما في انسحاب. فأول مارس عام 1870 قتلوا أبو سولانو، فقالوا كذا خلاص يا خوي نوقف الحرب وبعدين نكمل، يعني ما أعرف إيش ليه إحنا بنتحارب أصلا. فالباراغوايين قالوا من جد؟ كل المؤرخين ذكر انه هذه الحرب الوحيده اللي ما لها اي تفسير في التاريخ، يعني ما حد عارف ليش، بس هو ابو سولانو كذا قال لازم الان. في المرتبة الثالثة، حرب كأس العالم. عام 1969 ميلادية كانت مباراة اللي تأهلك لكأس العالم بين منتخب السلفادور مع منتخب هندوراس. مباراة الذهاب في ملعب هندوراس، هندوراس فازت 1-0، بس كانت في مشكلة. الجماهير كي تعرف التعصب، كي حركات الخدمة، كي الضرب، كي أبوك أنت، وبدأوا يتضاربوا. مباراة الإياب السلفادور فازت 3-0، المشكلة أنه ما كان في فرق أهداف، اضطروا يلعبوا مباراة فاصلة، لعبوها في المكسيك. شوف عدة الأحداث، خلاص انتهينا يا ابن الحلال. بالمباراة الفاصلة السلفادور فازت، لكن ما اكتفوا هنا، طلع الرئيس بنفسه حق السلفادور قال والله المنتخب الهندوراسي في مباراة الذهاب ما التزم بحدوده وما عاقب المجرمين. ايش يسوي؟ مو يرفع شكوى للفيفا؟ لا، قوم حرب ثاني يوم. فجأة الجنود كلهم كذا على الحدود الهندوراسية. يا ابن ايش تبغى؟ خلاص اطلع كاس العالم، اديك كاس العالم، خذوا هدية بس وقف. ايش قاعد تسوي انت؟ لا كذا حنغزو وقنابل وكل شيء، اي حاجه حنفجر. يا ابن الحلال خلاص ما نبغى نطلع كاس العالم، انتوا فزتوا يا ابن. لا هذا لو خسر ايش كان صار؟ الحرب استمرت 4 ايام، ماتوا فيها 4000 شخص من بين السلفادور وبين الهندوراسيين. كذا اللي الرئيس بعده ايش صار يا شباب؟ ما كان قصدي. يا عمي ايش هو ده؟ تعال شوف عندنا كيف طواقي عالميه، يا خدمي يا طحلبي، ليش حرب؟ ليش ايش ماتا؟
في المرتبة الثانية حرب الإيمو. في عام 1932 ميلادية بعد الحرب العالمية الأولى كذا الناس استقرت وكذا يروحوا يتقاعدوا ويجلسوا في الريف يسووا المزارع، واجهتهم مشاكل تانية. طائر الإيمو معروف في أستراليا بعد ما خلص كل الأكل اللي في الصحراء جاء خش في المزارع يا حبيبي بدأ يأكل. قاموا راحوا المزارعين اشتكوا الحكومة الأسترالية، يا ابن الحلال ما ينفع زي كذا. بدأت المحاصيل الزراعية اللي هي مصدر رئيسي للدولة بدأ يهدر. إيش نسوي يا جماعة؟ قالوا خلاص هنزودكم بالأسلحة والجنود، سنعلن الحرب على الإيمو. كها أول حرب بين إنسان وحيوان. تم الإعلان على الحرب ضد الإيمو. في أول يوم كذا كان في 50 إيمو، يلا يا خوي طخ 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 طخ، واحد بس اللي مات، الخمسين كلهم فقعوا. اسمع ترى الوضع بدأ يصير مو كويس. بعدها بكم يوم الجنرال أمر بأمر ذكي، لأنه الطائر بيتحرك خلينا نستخدم التحرك، خلينا نركب الرشاش فوق الشاحنة ونمشي وراهم نعدم أبوهم دحين. مشكلة الشاحنة ماشي وطائر الإيمو قيده خلاص راح البيت كيتكه قاعد يستناهم. بعدها كل جنرال سوى اسمع شوف احنا سنعلن ايقاف الحرب لانه لا يجوز ان تتدخل في الطبيعة وحن ربنا يتولاهم بمشيئة الله. كذا فاز الإيمو على البشر. معنا في هذه الحلقة جدير بالذكر حرب البسوس، الحرب اللي قامت بسبب ناقة وقتلوا فيها آلاف مؤلفة في خلال 40 سنة. أيضا عندنا حرب 335 سنة، الحرب اللي دامت كل هذه السنين وتقريبا ما في أحد مات، بس كده معلنين حرب. كمان معنا في القائمة حرب الكلب الضال، الكلب اللي هرب من اليونان لبلغاريا قاموا الجنود البلغاريين قتلوه، قامت اليونان قالت لا يا حبيبي حنحاربكم ما تقتلوا كلبنا. كمان معنا في القائمة حرب الأذن، واحد من القادة قطعت إذنه قاموا قالوا لا مشكلة وانتشر الخبر وقامت حرب بين بريطانيا وإسبانيا عشان واحد انقطعت إذنه. في المرتبة الأولى معركة الزنجبار. عام 1896 سلطنة زنجبار كانت مستعمرة بريطانية. السلطان مات، فجأة جات عين محله خالد بن برغش اللي هو ولد أخوه اللي يشاع إنه هو قتله أصلاً. سلطان بن برغش دخل القصر يا حبيبي قال سلام عليكم أنا سلطانكم الجديد، وحط كده الأجهزة حقته يلا بسم الله وتكة. السلطات البريطانية ما عجب هذا الشيء لأنه حسب المتفق عليه إنه في واحد اسمه حمد بن محمد هو اللي حيجي يخلف، فجأة جابوا لنا خالد بن برغش. البريطانيين رفعوا خطاب تهديد، اسمع يا خالد بن برغش تخلي القصر الان وتنزل العلم حقك وتخرج لنا بسلام لانه انت ما انت السلطان. خالد بن برغش اداهم الاشكال جالس يلعب بلاي ستيشن في القصر ساحب عليهم. طيب هيا وروني. فجأة يا حبيبي تشوف في الميناء سفينة حربية بمدافع كده حاطين موجينا على القصر. خالد بن برغش كده شاف هذا رسل للبريطانيين خطاب، انا ادرك تماما بانكم لن تطلقوا النار لاننا شعب بوف ضرب القصر. بريطانيين ما عندهم لعب، قالوا له الساعة 9 هنضرب القصر، ضربوه الساعة 9 ما في تفاهم كيف مواعيد. حتى لما ضرب القصر القصر ما هو مؤهل للحروب، ما في كذا دروع ما في كذا، كسر أم القصر. فخالد بن برغش كذا رمى اليد حقت السوني وقال كيف. بعدين بعد ما تكسر أم القصر الجيش البريطاني دخل كذا كعابي دخل سلام عليكم. فين خالد؟ خالد بن برغش قالوا أداه الفكة فقع. صراحة احنا اخترنا هذه الحرب على رأس هذه القائمة لأنه بصراحة الحرب استمرت نص ساعة، نص ساعة كطاخ طيخ طوخ وقيدوا ذاك فقع، وبعدها كمان بيومين قيدوا تمسكوا وقتلوه. المشكلة انه كذا في ناس كتير ماتت من زنجبار وهو واحد بريطاني انجرح كذا. السلام عليكم. اتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش في حروب غريبة مرة تعرفوها وما ذكرناها، وسبسكرايب ولايك وشير يوصلكم جديدة توب فايفز، واكتبوا لنا ايش في توب فايفز جديدة حابين تشوفوها. يلا مع السلامة. اذا في ناس حابة تسأل هو كوميدي ولا هو شيء ينعرض عشان يعذبوا بيه الاطفال يخليهم يبكوا، يعني هو كوميدي. ما بدي أتكلم لا سيناريو ولا حوار وقديش هي سيئة، بدي أتكلم على الإفيهات اللي هي الركيزة الأساسية في المسلسلات الكوميدية. السلام عليكم. عليكم السلام.